الأولى العفو اللي هي introduction مجرد مقدمة بسيطة مش ورقة حضور هاي المحاضرة الأولى اللي هي كانت فقط introduction والمحاضرة الثانية تكلمنا عن ال dental caries ال stages و theories وشون يصير عندي dental caries محاضرتنا اليوم إن شاء الله الفلورايد and dental caries بما أنه بالعيادة مطلوب من عندكم فلورايد application فلازم تعرفون شنو معنى فلورايد وليش أستخدم فلورايد للبرايمري تيف أو للبيرمنت تيف آخر مرة طلعون من المحاضرة ثقة مرة ثانية أجي أسد الباب فقط الموجودين لأن أنا محاضرتي ساعة ما بيها ريست مرة واحدة طلعتكم مو معناتها كل مرة تتكرر أنا شفتكم بعد الأوبراتيف خذت ريست يعني دكتور ياسر كمل من وقت وبعد الميديسين اخذت ريست فلا حد يقول لي اريد ريست علي اخذت ريست ما ادري ربع ساعه 10 دقائق يعني ايه هاي هاي بعدها حتى صدام والله ترجع صادي منهم طلب علم فريضة طلاب عيني محاضرتنا اليوم فلورايد and dental caries راح نتكلم بمحاضرتنا عن أربع محاور اللي هي بالبداية introduction بسيطة source of fluoride intake fluoride metabolism fluoride during tooth development introduction fluoride is an externally reactive member of the halogen group of elements. Since 1930, fluoride was demonstrated for as anti-caries effect. Fluoride in small doses has remarkable influence on dental system. سابقا بسنة 1930 أجرى مجموعة من العلماء على فئة من الناس فد بحث فشافوا أنه الفلورايد يقلل نسبة الكاريز. هو بالبداية شنو الفلورايد؟ الفلورايد هو أحد العناصر الطبيعية الموجودة بالطبيعة مثل الحديد، الألمنيوم، المغنيسيوم الفلورايد يعتبر ضمن الهالوجين جروب أو الهالوجينات نسميها بالعربي الهالوجينات اللي هي مجموعة من العناصر لاحظوا أنه الفلورايد عنده قابلية أنه يكون أنتي كاريز يقلل لي نسبة التسوس It causes a strong inhibition of dental caries, while in large concentration it may cause disturbance of the enamel formation, dental fluorosis. طبعاً هو المحاضرة السابقة نحكي لكن لا بأس نعرج عليه. شلون اكتشفوا الفلورايد؟ أكفد منطقة اسمها كولورادو سبرينج. لاحظوا أنه أغلب الناس اللي عايشين بهذه المنطقة عندهم فلوروسيس بأسنانهم. فالتصبغات بأسنانهم. مثل ما تعرفون سابقاً سنة 1930 ما كان العلم متطور مثل هسه فكانوا يظلون يبحثون ويدورون إلى أن يلقون السبب فربطوا هذه الحالة بالماء اللي يشربون الناس بهذيك المنطقة اللي هي كولورادو سبرينج فلاحظوا أنه نسبة الفلورايد بالماء اللي يشربون الناس كانت كلش عالية فربطوا أنه الدينتال فلوروسيس سببها هو الفلورايد الموجود بالووتر اللي هو كومينال ووتر اللي يشربون الناس فالفلورايد يعتبر سلاح ذي حدين اي شيء كل شيء يزود عن حده ينقلب ضده اذا كان within the limits بالكميه الطبيعيه راح يسبب لي decrease بالدنتال كاريز يقلل لي نسبه التسوس لكن اذا زادت نسبته بالبودي سيستميكالي او الكميه اللي ياخذها البيرسون راح يسبب عنده دنتال فلوروسيس هسه تلاحظون اكو طبعا اكو هنا وايد كربلاء يجون ناس عندهم دنتال فلوروسيس باسنانهم طبعا الفلوروسيس درجات مختلفه ممكن مجرد يعني شلون تصبغ ابيض او مرات اصفر او مرات يصير بيتنج كانما التوث مثقب او مرات لا يصير هايبو كالسيفيكيشن اغلب الناس طبعا هسه يجوز ماكو بس انا اتذكر سابقا كانوا يجونا بيشنت الناس اللي يشربون مي من البير من الابيار هذا يصير لان مياه جوفيه جراوند ووتر فتصير نسبة الفلورايد عالية بي فيسبب لهم فلوروسيس الفلورايد was earlier known as fluorine سابقا كان يسمى فلورين which is derived from Latin term
Flour, that is flour. اللي معناتها الفلور. It is a pure, and its pure form, it is poisonous, pale, yellowish, brown gas. Fluorine is placed as number 9 in the periodic table. هذا الجدول الدوري اللي بكل العناصر الموجودة بالطبيعة. الفلورايد موجود بالهالوجين اللي هي هذه مجموعة الهالوجينات اللي هي باللون الأصفر اللي هي هنا يمكن الكلور هنا البروم وغيرها. هذه الهالوجينات شنو مميزاتها؟ ليش فصلوها هيك وحدها؟ لأن هذه عادة بالطبيعة ما تنوجد وحدها، تنوجد متحدة مع أملاح أخرى مثلا الكلور ويا من يتحد ويا الصوديوم يكون لي الملح. تمام؟ الفلورايد أيضا بالطبيعة ما يوجد وحده كأيون، لا يوجد متحد مع عناصر أخرى. وين موجود؟ موجود in rock and soil بالأحجار. Fluorine may occur in combined form in different minerals مثل عندنا الفلوروسبار، الفلوروأبيتيت، الكريوليت، هذه in rock and soil. بعد وين موجود عندي؟ موجود بالأتموسفير. شنو يعني الأتموسفير؟ عندي أتموسفير وعندي هيدروسفير. الأتموسفير هو الغلاف الجوي، الهيدروسفير هو المحيط المائي. فوين موجود بالأتموسفير؟ موجود dusts of fluoride containing soil بالغبار، gaseous industrial wastes مخلفات المصانع، المناطق اللي بيها مصانع يتواجد بيها، gases emitted in areas of volcanic activity والمناطق اللي يصير بيها براكين أيضا ممكن أن ينبعث من عندها. زين، بعد وين موجود الفلورايد؟ طبعا هيدا نحكي بالطبيعة. الفلورايد enters vegetation by يدخل للنباتات. شلون يعني اكو نسبة من الفلورايد بالنباتات؟ شلون تنوجد بالنباتات؟ اما عن طريق السويلز تاخذها من التربة او الواتر اللي تتغذى عليه او الابزوربشن فروم اير من الهواء، ديبوزيشن فروم اتموسفير او من الرين او مياه الامطار. Concentration of fluoride in vegetation different depend عادة تركيز الفلورايد يختلف من نبات الى اخر. على شنو يعتمد؟ يعتمد على species of plants, age of leaves, soils, fertilizer and pollution يعني نوع النبات، عمر النبات او عمر الورقة، الاتربة، بالاضافة الى التلوث. In biological tissue, fluoride is present in trace thus called trace element. مثل ما تعرفون جسم الإنسان بيه الكثير من المعادن والعناصر. أكو بعض العناصر تتواجد بنسبة قليلة جدا، فش أسميها؟ أسميها trace element. فهو موجود in biological tissue لكن أعتبر as a trace element. زين، هسه عرفنا بالطبيعة وين موجود عندي الفلورايد. هسه الفلورايد sources of fluoride intake الإنسان منين يحصل عليه؟ شلون يدخل جسم الإنسان بصورة طبيعية طبعا الفلورايد؟ بالبداية الواتر. The greater part of fluoride intake originates from water ingested يعني الماء اللي يتغذى عليه الشخص اللي هو طبعا موجود بالريفرز الأوشنز والجراوند ووتر والمياه الجوفية يعني المياه الطبيعية. بعد وين موجود؟ السورس الثاني اللي هو الفود. It may present in various concentration in soft drinks different infant and adult food. مثلا إذا نجي للإنفانت، الإنفانت شلون يحصل على الفلورايد؟ daily fluoride intake is determined by feeding pattern حسب الفيدينج باترن أو الغذاء اللي يتغذى عليه الطفل. مثلا البريست ميلك أو فورمولا ميلك، إذا هيومن بريست ميلك الكونسنتريشن مالته 6 إلى 12 ملي جرام بالمل. سواء كانت المنطقة fluoridated أو non fluoridated الواتر مالتها. And cow's milk the concentration is less than 19 بالألف parts per million. هاي بالنسبة للإنفانت. بالنسبة للأدلت شلون يقدر يحصل الفلورايد الشخص اللي هو أدلت؟ الفلورايد concentration عادة اللي يحصل اللي هو 0.5 parts per million. higher concentration وين موجودة؟ بالتي بالشاي، موجودة بالفيش and the shellfish. بعد ما نقدر احصله drugs and dental products الدياريتكس موجود بيها والانستاتكس يعني هاي الدياريتكس او المدررات اللي يستخدموها نستخدمها بالميديسين تحتوي على نسبه فلورايد بالاضافه الى الانستاتكس الاشياء المخدره او الادويه المخدره ايضا موجود بالدينتال برودكت او دنتيفروسز اند ماوث رينز. بما انه الفلورايد اكتشفوا له هيك فائده وهيك اهميه
فبدأوا يدخلوه بالشغلات اللي هي يعني تكون مفيدة للأسنان، معاجين الأسنان أو الماوث واش، الغسول الفموية. زين، بعد وين مصدر آخر للبيرسون اللي هو البولوشن، فلورايد is present in high concentration in the vicinity of metal industries، المناطق الصناعية أو اللي بيها مصانع عادة يكثر بيها الفلورايد عن طريق طبعا الأتموسفير والغازز. زين، بعد ما الشخص يعني دخل الفلورايد، أكو أحد يحكي بالموبايل؟ بعد ما دخل الفلورايد للبودي عن طريق الفيجيتيشن، عن طريق الواتر، أي سورس، أي شيء يدخل داخل جسم الإنسان، إيش راح يتعرض إلى ميتابوليزم أو عملية الأيض الغذائي. فراح نجي نشوف الفلورايد وين راح يروح، وين راح يصير بي ريتينشن، وين يصير بي أبزوربشن. بالبداية الأبزوربشن، after intake of the fluoride it will be absorbed in the gastrointestinal tract. أول ما يصير الامتصاص وين؟ بالgastrointestinal tract. عندي مجموعة من العوامل راح تأثر لي على نسبة resorption of the fluoride. العامل الأول اللي هو solubility and degree of ionization of component. شنو معنى الionization؟ العنصر من هو واحدة اعتبره ايون، بس مرات يتحد مع عناصر اخرى يعني يسوى عملية تآثر او بوندينج تتكون. فالفلورايد اذا كان وحدة عادة الريزوربشن مالته يكون يعني مو كلش افكتيف، لكن اذا كان متحد مع عناصر اخرى يعني يسوي له عملية ايونيزيشن راح يصير الريزوربشن مالته اسرع، لكن مو كل العناصر. مثلا اذا اتحد ويا الكالسيوم راح يسوي له ريتارد الابزوربشن مالته، بينما إذا اتحد ويا الصوديوم لا راح يسرع لي عملية الأبزوربشن. العامل الثاني اللي هو dose of fluoride and concentration. The height of a plasma peak is proportional to fluoride dose ingested and rate and degree of absorption in addition to body. يعني كل ما زادت نسبة كمية الفلورايد والconcentration مالته كل ما راح يصعد مستوى البلازما وبالتالي يزداد مستوى الأبزوربشن. العامل الثالث اللي هو the presence of food in the stomach. Presence of certain dietary items as calcium، مثل ما قلنا هسه الكالسيوم راح يسوي لي retardation أو يعتبر as physical barrier that retard the absorption of fluoride. الgastric acidity. There is direct relation between gastric acidity and absorption. يعني كل ما زادت نسبة حموضة المعدة كل ما زادت نسبة resorption of fluoride، بينما إذا قلت gastric acidity راح تقل عندي مستوى resorption of fluoride. Ingestion of fluoride، إذا شخص تغذى على الفلورايد، بس احنا قلنا إذا gastric بيها fat food أو ما بيها أو فهسه نشوف نسبة امتصاص الفلورايد على بالجاسترونتستينال تراك. طبعا اذا كانت امبيت ستومك نسبة الريزوربشن راح تكون 100%، بينما اذا كان عندي جلاس اوف ميلك، اذا الشخص شارب جلاس من الحليب راح تكون نسبة الريزوربشن 70%، بينما اذا الشخص يعني متغذي على كالسيوم ريتش بريكفاست راح تكون نسبة الريزوربشن 60%. الميلك may retard the absorption of fluoride from the stomach in the first hour. عادة مرات مثلا يجون أطفال للعيادة نخلي لهم فلورايد، نسوي لهم application للفلورايد، إذا بلع كمية من الفلورايد شو نقول للأهل؟ نقولهم رأسا بس توصلون البيت نطوق غلاس حليب. ليش؟ لأن الفلورايد مادة سمية ما يصير تنبلع، مو بأي مكان تتطبق، لازم تحت إشراف طبيب الأسنان. بعدين إن شاء الله ناخذ الفلورايد توكسيسيتي. فإذا بلع كمية من الطفل يفضل إنه يشرب كلاس من الحليب. ليش؟ لأن الكالسيوم الموجود بالحليب يسوي ريتارديشن لعملية امتصاص الكالسيوم بالبودي، عفوا الفلورايد بالبودي. زين، هسه كملنا الأبزوربشن، صار أبزوربشن الفلورايد داخل البودي، وين راح يروح الفلورايد بعدها؟ rotation and distribution in the body. The maximum plasma concentration of fluoride is reached in 30 منت. عادة الماكسيمم يعني بالبلازما يوصل within 30 منت، تقريبا نص ساعة
البلازما تمتص اكبر كميه من الفلورايد تبدا توزعها الباقي البادي. الفلورايد از كالسيفايد تشو سيكرز. شنو يعني الفلورايد؟ دائما يفضل ان يروح للتشو اللي هي كالسيفايد او المتكلسه اللي هي التيث او البون، بحيث 99% of fluoride in the body is found in calcified tissue. Fluoride is rapidly distributed to bone, teeth, heart, kidney and liver. While the fluoride is slowly distributed to skeletal muscle and adipose tissue. عادة انتشاره بالمناطق اللي هي skeletal muscle and adipose tissue يكون بطيء. The uptake of fluoride is affected by age factor. طبعا بالإضافة للعوامل الأخرى، الفلورايد راح يتأثر عندي بعمر الشخص. كل ما كان الشخص أصغر كل ما نسبة resorption أو retention أعلى. Younger the age the greater will be take of fluoride. طبعا الجسم من يكتسب فلورايد، مثلا على سبيل المثال إذا راح للعظام، مو معناته اكتسبه بعد ما يفقده، لا، هنا يقول ممكن انه يرجع يفقده هذا الفلورايد اللي اكتسبه. ليش؟ عن طريق الاوستيوكلاستيك ريزوربشن اوف بون، فممكن انه يرجع يفقده. بعد ما صار عندي ابزوربشن وريتينشن وتوزع ديستريبيوشن بالبادي، راح يصير عندي الفراغ عن حاجه الجسم، راح يصير له اكسكريشن. هاي هنا بالمحاضره ذاكرت لكم اياها شويه بالتفصيل، لكن هنا ما شرحتها لان وقت المحاضره ما يسمح. فمجرد هيش رؤوس أقلام، راح يصير عندي excretion of fluoride عن طريق اليورين والفيسز والسويتس والبريست ميلك والسلايفا. الفلورايد during tooth development. هسه أني يعني عرفت إنه الفلورايد anti caries. زين، إذا واحد أخذ الفلورايد قبل تكون الأسنان الدائمية، مثلا طفل عمره 3 سنين أو 4 سنين، عادة أسنان دائمية ما عنده، ما طالع أسنان دائمية، فراح يستفاد من الفلورايد سيستميكالي إذا أنا انطيته فلورايد. البحوث والدراسات تقول طبعا يستفاد منه إذا انطيته إياه سيستميكالي. شلون؟ مثل ما تعرفون إنه أنا التوث قبل ما يصير بي إيربشن داخل السوكيت في مرحلة تكون، راح يمر بمراحل مختلفة. أول مرحلة أول ما يبدي يتكون عندي السمنتو أنامل جانكشن والدنتانو أنامل جانكشن، جو الدنتانو أنامل جانكشن شو بدي يتكون عندي؟ الدنتين. فوقها شو يتكون؟ الإنامل. الإنامل والدنتين أول ما يتكون رأسا يتكون هارد؟ لعد شو يكون؟ يكون كماتريكس سوفت، تمام؟ هسه مرات يجون هذول الاطفال اللي عندهم ان شاء الله تاخذون بالمحاضرات القادمه، عمرهم مثلا شهر او يوم، يطلع لهم نيتال او بري نيتال تيث، اسنان دائميه هنا يعني اماميه. عاده الاهل يجون مخترعين انه ابنهم مستوى جاي للدنيا وعنده اسنان، طبعا هاي حاله طبيعيه انه يصير عنده ايرلي ايربشن للبرايمري تيث. هذا شنو؟ إذا كانت التيث موبايل أو بها شارب إيج، تسوي فد لاسريشن للتانك، هاي إنديكيتد إكزو، إنه إحنا نسوي لها إكزو. بس هذني أسنانهم من يجون نقلع لهم إياه، شلون العجين، شلون اللحمة عجينة سوفت؟ ليش؟ بعد ما صاير بها كومبليت كالسيفيكيشن، يعني السن أول مرة من يتكون الإنامل والدنتين يكون سوفت كماتريكس ديبوزيشن. بعدين بمرور الزمن يبدي يمتص العناصر من البلازما من البلاد، ويبدي يصير بها كالسيفيكيشن وماتوريشن وهاي المراحل مختلفة. فهنا اذا انا انطيت للبيشنت او تشايلد انطيته فلورايد اثناء التول ديفلوبمنت، ذاك الولد نايم اللي منزل راسه، لا بيناتكم انتم، فد واحد منزل راسه ولد صفك ابو النظاره، لا املنا قاعد هو الضاوي اسمه. يلا عيني، فالفلورايد هنا راح تتقسم فائدته على 3 مراحل اللي هي pre eruptive mineralization stage. الفلورايد is deposited during the formation of enamel starting at the dentino enamel junction. يبدي الجسم او السن يمتص الفلورايد من البلازما، وين يبدي يصير فيها deposition؟ بالدنتينو enamel junction هذه هنا.
هذا عندي الجنتين هنا وهذا الانامل وهذا الجنتين وانامل جانكشن فيبدي يصير عندي ديبوزيشن للفلورايد بهذه المنطقة وتبدي تنتشر للدنتين وللانامل. الفلورايد is incorporated directly into the hydroxyapatite crystal. مثل ما تعرفون السن منين يتكون من hydroxyapatite crystal. من راح السن يمتصل الفلورايد ايش راح يصير هنا عندي الhydroxyapatite crystal راح تتحول او تتكون عندي fluoroapatite crystal. طبعا هذه تكون less soluble than hydroxyapatites. يعني من يصير بيها تتذكرون محاضرة سابقة قلنا الاسيد مالت البكتيريا هذه تكون less soluble بالأسيد اللي تفرزه البكتيريا. Pre-eruptive fluoride as result in alteration. فهسه هنا الفلورايد بالpre-eruptive stage راح يسوي لي شغلتين. الشغلة الأولى يكون لي الفلوروابيتيتي كريستال اللي هي less soluble بالأسيد of بكتيريا. والشغلة الثانية يسوي لي alteration in tooth morphology. شنو يعني شلون يغير لي شكل السن؟ إنه الجروفز والفشر اللي تتكون راح تكون شالو. مو ديب ويصير بها stagnation للفود وبعدين يصير عندي كاريز. Alteration in the tooth morphology by development of shallower occlusal grooves reducing the risk of fissure caries. هاي بالنسبة للmineralization stage. هسه الماتوريشن بعد ما صار عندي mineralization وتجمعت المينرال داخل التوث راح يبدي شو يصير بها؟ يصير بها maturation يعني تبدي تتكلس تتقوى. After mineralization is complete and before eruption, قبل عملية الإيروبشن, fluoride deposition continues in the surface of enamel. Much more fluoride is acquired by outer surface. عادة ورا ما تكون عند السن هنا ورا ما صار عندي mineralization وبدأ عندي maturation بعد الفلورايد ما يقدر يدخل داخل السن. ليش؟ لأن اكتمل النمو مالته. فمنو راح يستفاد من الفلورايد؟ فقط الأوتر لير. الطبقة الخارجية من الإنامل. Much more fluoride is acquired by the outer surface during this period than the underlying layers of enamel during mineralization. زين. هسه كمل السن اكتمل وصار بي eruption. بعد ال eruption ممكن انه السن يستفاد من الفلورايد. Post eruptive. The concentration of the fluoride on the outermost surface of the enamel is dependent upon. طبعا بعد الاربشن السن منين يجي فلورايد؟ شنو المصادر مالته؟ عندي مصدرين. المصدر الاول اللي هو تيبيكال سورسز اللي انا اخليه بالعياده اللي هو قد يكون يعني او من الدرينكينج ووتر يعني اما هو البيشنت بالووتر مالته او بالماوث ووش او بالدنتيفريز اللي يستخدمها او انا اسوي له تيبيكال ابلكيشن للفلورايد بالعياده. المصدر الثاني اللي هو اورال فلويد. الفلورايد in the oral fluid including saliva and dental plaque هو بالطبيعي قلنا هو trace element موجود بالبودي لكن بنسبة قليلة موجود بالسلايفا والدنتال بلاك. This post eruptive effect is due to mainly to reduce the acid production by plaque bacteria and to increase the rate of enamel remineralization during acidogenic challenge. فبعد الاربشن الفلورايد يشتغل شغلتين. يعني الشغلة الأولى إنه يقلل لي الأسيد الأسيد برودكشن من البكتيريا. والشغلة الثانية enhance the remineralization of tooth. تذكرون ديك المحاضرة ذكرنا remineralization والdemineralization. طبعا ما عطيتكم مجال للسؤال. أكو سؤال طلع؟ عندكم سؤال؟ واضح المحاضرة؟